ما رأيك باللي سمعناه؟ طيب خلني أقسم الكلام لي ثلاث أقسام. تمام. بعد الله يصبحكم بالخير. القسم الأول على موضوع الدراسات، قد ما بدنا نقول الدراسات اختلفت لكنها اتفقت على أنه الحزام لازم يكون موجود. صح. أهميته في ناس يقول 90، في ناس يقول 85، ناس يقول 100%، لكن ولا دراسة حتى بطلع. الدراسات اللي يعني غير موثوقة حكت أنه غير مهم، يعني ما في واحد أجا وقال لنا غير مهم انتهينا، عرفت كيف؟ وبالتالي إحنا قد ما بدنا نتحرك في موضوع الدراسات حنبقى في منطقة أهمية حزام الأمان. الموضوع الثاني اللي أنا وياكم لازم نوقف عنده اليوم، اللي هي فكرة عنا أربع مصايب في قيادتنا للسيارات في شوارعنا في المملكة الجميلة التي نحبها كلنا. أول إشي حزام الأمان، وهعلق عليه بعد شوي. والأمر الثاني إخراج الأبناء من النوافذ وفتحة السقف. والأمر الثالث اللي هو فكرة وضع الأبناء في الحضن وأنت تسوق سيارتك. صحيح. والأمر الرابع اللي هو فكرة التجاوز. هدول الأربعة ينطلقوا من عدم التزامهم لتصالح الإنسان مع ذاته في فكرة الأمان تماما. لذلك لما أقول حزام الأمان هو الأمان، هذا موضوع مو عشان بس الإعلام، هذا الموضوع حساس حتى في علاقتك مع ذاتك. خليني أخذ موضوع حزام الأمان، واسمحوا لي بس أعلق تعليقين سريعات على التقرير اللطيف والجميل تبع أخونا الجميل بلال. حلو، يعني هذه الطريقة في محاولة الاشتباك مع الناس وأخذ المعلومات منهم في غاية الذكاء واللطف، بس خليني أعلق تعليقين. تعليق ما تعودنا، وهذا كلام ذكي وصح، الفكرة تعويد. الواحد يعيش يدخل في العسكرية فيدخل ضمن نظام صارم لمدة 20-25-30 سنة، يتقاعد يبقى النظام جواته، يعني يقول لك خلاص والله ما أقدر إلا أصحى بكير، ما أقدر. يعني في واحد يتقاعد يقول لك والله ما عندي إشي أسويه، ما في إشي، بس تصحى بيحلق بيلبس بيجهز. شفت ليه؟ انبنت عادات عنده. لذلك ما الإنسان هو القادر على بناء عادات تراكمية في الخبرات. لذلك هذا واجب قانون السير الذي وإن جاء متأخر لكن كويس إنه جاء ومهم وضروري. أجا يقول للناس تعال أنا وياكم نراكم خبرات عشان إيش؟ تتعودوا. لأنه إذا ما تعودت بالنصيحة والاحترام وتشوف الناس يذبحوا، ما أنت أصلا تكون شوف في أزمة بشارع الأردن كويس، توصلها وأنه في حادث وكارثة تماما، تتعداها تسحب. طب ما اعتبرت؟ لا. ليش؟ لأني ما تعودت على فكرة الانضباط والالتزام إلا في مظلة القانون. عشان هيك الواحد بس يأكل مخالفة شو يقول؟ والله من يوم ما أكلت المخالفة ما عدتها. علم الدرس. تمام، بالضبط درس. الإشي الثالث واللي ضروري لازم نوقف عنده اليوم، اللي فكرة مثلا إحزام الظهر والإحزام الأمان اللي لازم نحطه في السيارة. الإحزامين مهمات، زي ما هذاك إحزام الظهر صاحبك وأبوك وخالك وعمك وعشيرتك يسندك لما تحتاجه، نفس الإشي إحزام الأمان يسندك لما تحتاجه. بس شو المشكلة؟ إنه قرابتك ممكن يحتاج وقت عشان يصلك، لكن حزام الأمان هو الذي يساعدك في نفس اللحظة. يعني بس تلبس البريك هو يكون يقول لك أنا معك، يعني لا تليفون ولا مسج ولا فزعولي ولا هيني بالمركز الأمني تعالوا، عرفت كيف؟ كل هذه الألفاظ والمفردات حزام الأمان يقول لك أنا أسرع منهم. شوف فاهمين الفكرة قديش حساسة؟ لذلك موضوع أنه إحنا ناخذ موضوع حزام الأمان ترى بس أشوف الشرطي أحط الحزام، إذا أنت حزام لك ولا إله؟ شكرا. إذا صارت علاقتك مبنية، إذا سلامتك أصبح شكرا للشرطي اللي خلاك تحط حزام الأمان، مو شكرا إلك، يعني شكرا للشرطي اللي خلاك تدير بالك على حالك. صح. تماما. فشايفين قديش احنا قادرين نتحرك في هاي المنطقة؟ طولت بالمقدمة. لا بالعكس.